كلمة واحدة. كذب. شو أجمل هدية بالحياة؟ التسامح. مين أهم الأشخاص إليك بالحياة؟ الأهل. شو أكبر سر بالحياة؟ الموت. شو هي أسمى المشاعر بالحياة؟ السلام الداخلي. شو أسهل شيء بالحياة؟ إنك تغلط. شو أكبر عقبة بالحياة؟ الخوف. شو هو أكبر خطأ بالحياة؟ إنك تتنازل عن مبادئك. وأكبر هزيمة بالحياة؟ الأحباط. أوف. أسوأ علة بالحياة؟ أسوأ علة بالحياة المزاجية. شو هو الشعور الأسوأ بالحياة؟ الحسد. شو الطريق الأسرع للهدف؟ الخط المستقيم. القوة الأكثر فعالية بالحياة؟ القوة الأكثر فعالية بالحياة الإيمان. وإذا قبلنا الشر بالشر؟ فمتى ينتهي الشر؟ وإذا طبقنا مبدأ العين بالعين؟ سيصبح كل العالم أعمى.